الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. صدق الله العلي العظيم. الشرف هو الشرف عند العداوة، هناك ثلاث مراحل ضمن ثلاث آيات مباركات. المرحلة الأولى وقعت بينك وبين شخص آخر مشكلة، صارت بينك وبين شخص، بين جهة وبين جهة أخرى عداوة. لماذا تؤذي آخرين غير عدوك؟ هذا الخطأ الذي أسميه انحرافا، هذا الانحراف شائع جدا في العديد من الحكومات، بل في الكثير من الحكومات، بل في أكثر الحكومات. المشكلة مع شخص، المشكلة مع جهة، يحملون الآخرين تبعات هذه المشكلة. ثارت ثورة المسلمين، من حقهم طبعا،
هذا أطهر مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى. يتهم بهكذا اتهام، هذا شيء سيء. ولكن المشكلة أين؟ المشكلة أن البعض، لا الكثير من المسلمين خرجوا عن دائرة الإسلام في التعامل مع هذه القضية. صار البعض، لا الكثير، صار يطالب بمقاطعة بضائع كل شركات ذلك البلد. ما هو ذنب الشركات؟ صحيفة تعدت حدودها عاقبوها. فرضا الحكومة، حكومة ذلك البلد أيضا وقفت بجنب الصحيفة، عاقبوا الحكومة. لماذا تعاقبون الشركات؟ باسم الإسلام، دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، بما هو مخالف لمبادئ رسول الله صلى الله عليه وآله. لا يتمكن أن يحارب، يحارب شركات لا ارتباط لها بالقضية أصلا. كثير لعلها من تلك الشركات، من أولئك الذين يعملون في تلك الشركات ضد هذه القضية، لعله أصلا لا يعرفون القضية لعله. في القضايا الخاصة العائلية، في القضايا الخاصة الاجتماعية، هذه المشكلة أيضا شائعة. الشخص عنده مشكلة مع صهره، عنده مشكلة مع أم زوجته، يمنع زوجته أن تزور أهلها. ما هو ذنب الزوجة؟ كن رجلا، مشكلتك مع صهرك، تتمكن أن تعاقب صهرك عاقبه. تمنع زوجتك، ذنب زوجتك ما هو؟ لا يتمكن، لا يتمكن أن يضغط على صهره، أن يضغط على أم زوجته، يضغط على زوجته. والنماذج كثيرة في هذا المجال، كثيرة جدا جدا، وكل ذلك خلافا لنص القرآن الكريم. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحمل نفس ذنب نفس ثانية. أربع مرات هذه العبارة وردت في القرآن الكريم، وفي مرة خامسة ألا تزر وازرة وزر أخرى، خمس مرات. لا توسع دائرة المشكلة، لا توسع عداوتك حتى على أقرب المقربين إلى ذلك الشخص. ذاك الشخص صاحب المشكلة هو ذاك الشخص الذي تمادى، الذي تجرأ، الذي خالف، الذي خرج من حدوده فلان. حاربه. أما توسع الدائرة إلى أقرب المقربين إليه، ليس من حقك. ما هو ذنب ذلك الشخص؟ هذه المرحلة الأولى في هذه الآية المباركة. مرحلة ثانية في آية مباركة أخرى. القرآن الكريم لا يقول فقط لا تحمل الآخرين مسؤولية مشكلتك مع شخص، لا، مرحلة أعلى. القرآن الكريم يقول حتى بالنسبة إلى صاحب المشكلة، بالنسبة إلى من خالف، بالنسبة إلى من أذنب، التزم بحدود استحقاقه للعداوة، بحدود استحقاقه للعقاب، حتى الظالم الذي ظلمك. هناك حدود، هناك استحقاق معين، لا تتجاوز هذه الحدود بمقدار ذرة، لا أبالغ، حقا أقول بمقدار ذرة، ليس من حقك أن تتجاوز حدود استحقاقه. أحيانا البعض يطلق عنان العداوة
من دون حدود، من دون دائرة، يعني خروجا عن دائرة استحقاق العقوبة. هذه المرحلة في أي آية قرآنية؟ يقول الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. عندك عداوة مع شخص، عداوتك لا تحملك على أن تتجاوز حدود العدالة. نأتي إلى أنفسنا، هذا الانحراف أسميه انحرافا، هذا الانحراف شائع أم لا في قضايانا الخاصة، في قضايانا العائلية، في قضايانا الاجتماعية؟ أذكر قضية عائلية أيضا، النماذج كثيرة كثيرة لا تحصى. أو قضايا اجتماعية صارت بيني وبين شخص مشكلة، آذاني ظلما، فرضا أنه أنا ما كنت أستحق الظلم، هو ظلمني، خلاص تمكنت من الرد، أرد بأي طريقة أتمكن منها، لا أفكر كم يستحق هذا الشخص. هو سبني، يستحق أنني أسبه فقط. هو أخذ شيئا من أموالي، يستحق أنني أخذ من أمواله بمقدار ما أخذ من أموالي. لا، إذا تمكنت أتجاوز هذه الحدود. أصلا لا أعرف شيء باسم استحقاق، أعرف شيء باسم ماذا أتمكن، قدرات. أشوه سمعته في المجتمع، إذا تمكنت أجعل حياته، أدمر حياته، حياته الاجتماعية أدمرها، حياته العائلية أدمرها، أجعل عداوة بينه وبين ابنه، أصنع ما أتمكن منه. وعذري أن البادي أظلم، عذر. هو ابتدأ، هو سبني، سبك سبه فقط، شتمك اشتمه، هذا استحقاقه. تشوه سمعته، تشوه سمعة عائلته، تشوه سمعة عشيرته لأنه أخطأ. ولا يجرمنكم شنآن، لا يحملنكم، يعني شنآن عداوة، لا يجرمنكم شنآن قوم. هو ابتدأ، هو عادة، هذا لا يحملكم أن تعتدوا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. اعدلوا. حقا أقول هذه الآية المباركة من الآيات التي قل ما يعمل بها. إذا تمكنت أن أرد الظلم بشيء، أراد، لا أفكر في الاستحقاق. كم من النماذج تعرفون في الأجواء المحيطة بكم فقط مثل هذا؟ لو سبني سب أسبه 10 مرات، عجيب، ويفتخر. إذا ذكر أمي أذكر أمه، عجيب. أصلا لا نفهم بعضنا، عفوا أقول كثير منا للأسف لا يعرف كلمة استحقاق، يعرف كلمة قدرة، ونفتخر خلافا لنص القرآن الكريم، ونفتخر به، وكأن القرآن كتاب اليهود والنصارى. هذه المرحلة الثانية في الآية الثانية. المرحلة الثالثة في آية ثالثة. القرآن أرفع وأرفع وأرفع،
مستوى من هذه الأمور يرتفع يرتقي. العفو في القضايا الشخصية. المرحلة الأولى يلزم الالتزام بها، المرحلة الثانية يلزم الالتزام بها، المرحلة الثالثة تفضل، ولكن تفضل أصر عليه الإسلام، أكد عليه الإسلام أي تأكيد. العفو ليس فقط يلزم أن تلتزم بمن تعادي فقط، ليس من حقك أن توسع دائرة العداوة إلى آخرين حتى لو كان ذلك الشخص أقرب المقربين إلى المعتدي، ليس من حقك. ليس من حقك أن تتجاوز حدود استحقاق عقوبة الشخص المخطئ، التزم بالحدود، حتى الشخص نفسه التزم بالحدود. هذا واضح؟ لا، زيادة على ذلك، القرآن الإسلام يقول، والقرآن هو الناطق باسم الإسلام، وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام هم القرآن الناطق، يصرحون بالعفو. أعفو في القضايا الشخصية، أعفو. ما أروع الإسلام، كم الإسلام رائع، نزيه، نظيف، راقي، عالي. وتطبيق الإسلام، خاتم الأنبياء وسيد الأوصياء صلوات الله عليهما وآلهما، اللهم صل على محمد وآل محمد، كم عفيا عن الناس في قضاياهم الشخصية. لا، حتى في قضايا كبرى كبرى العفو. قضية فتح مكة إخواني في تاريخ البشر، ابحثوا، ائتوا لي بقضية ثانية قبل هذه القضية مثلها. دخل المكة فاتحا لها منتصرا، عدد جيشه كان أكثر من كل نسمة مكة بما في ذلك الأطفال والنساء. كم عدد نسمة مكة السكان في مكة؟ عدد جيش رسول الله صلى الله عليه وآله كان أكثر، مدججون بالسلاح، انتصار. كان بإمكانهم خلال ساعات أن يبيدوا كل أهل مكة بكلمة واحدة، عفا عن كلهم مرة واحدة، اذهبوا فأنتم الطلقاء، بس خلاص. أكابر المجرمين من أمثال أبي سفيان وغيره، خلاص خلاص انتهت. تمكن منهم فورا، عفا عنهم، ما قتل شخصا ولا سفك دم لشخص أبد، ولا آذى شخصا ولا عذب شخصا ولا ضرب شخصا. هؤلاء كثير منهم مجرمو حرب في تاريخ البشر، أتوني بمثله، أي عفو هذا؟ نماذج كثيرة جدا، عفو. الآية التي قرأناها قبل قليل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدالة أقرب للتقوى، هناك شيء آخر أيضا أقرب للتقوى، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، اعفوا. لا يحدث شيء. لا تفكر إذا عفوت كيف يصبع، لا، اعفو، اترك، أنت الرابح، هذا أقرب للتقوى لك. هذا رسولنا، هذا إمامنا، هذا قرآننا. إذن
العداوة. في العداوة يتبين كرم الشخص من عدم الكرم، يتبين شرفه، يتبين علوه. عندما يتمكن الإنسان من عدوه هنا يتبين. المرحلة الأولى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، صاحب المشكلة فقط، لا توسع المشكلة على ابنه، على أبيه، على أخيه، على زوجته، على الشخص نفسه. ثانيا، المرحلة الثانية، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، بمقدار الاستحقاق عقوبة فقط لا أكثر، نفس الشخص وبمقدار الاستحقاق. المرحلة الثالثة، اعفوا أصلا حتى بمقدار الاستحقاق لنفس الشخص المخطئ، لا تصنع شيئا، اعفوا. ليت حكوماتنا التي تدعي الإسلام كانت تعمل بهذه الآيات. ليت شخصياتنا الذين يتباهون ويفتخرون بدينهم الإسلام، برسولهم خاتم الأنبياء، بقرآنهم، كانوا يعملون بهذه الآيات. ليت عامة المؤمنين كانوا يعملون بهذه الآيات. إخواني، كلمة أخيرة أقولها، نحن بشر، عندنا صفة كل البشر يفتخرون، يعتزون بهذه الصفة، اسمها الإنسانية. في عداواتنا الصغيرة، الكبيرة، المتوسطة، لا فرق، في عداواتنا نحافظ على هذه الصفة، لا يكون أن يفقد الإنسان هذه الصفة، صفة الإنسانية في عداواته. في العداوات لا نتبدل من أناس إلى ثلاث نقاط، والعياذ بالله تعالى. وعندنا صفة، عندنا شيء، لا أقول صفة، عندنا شيء أعظم من إنسانيتنا، عبوديتنا لله عز وجل. إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، أكبر عزة للإنسان أنه عبد لله عز وجل. في عداواتنا لا نفقد هذه الصفة. أمور كثيرة أخرى أتركها الآن. نلاحظ أنفسنا في عداواتنا، قبل أن أتصرف، قبل أن أعاقب، أجعل تصرفي ضمن هذه الآيات الثلاث، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم في آية قرآنية أخرى، وليعفوا وليصفحوا. أسأل الله سبحانه وتعالى بسيد الأنبياء وبسيد الأوصياء وبآلهم الطاهرين عليهم الصلاة والسلام أن لا يفرق بيننا وبين القرآن طرفة عين أبدا، وأن لا يفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. أنت كما أحب فاجعلني كما تحب، أنت كما نحب فاجعلنا كما تحب، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.